رأي الأغلبية مع علي السعدي. أهلا بكم، كيف الحال؟ اجتاحت موجة غلاء للمواد اللي نحتاجها يوميا، وخاصة المواد الغذائية وبعض الأسعار، بيها طبعا مبرر لأن السوق يحكم عرض وطلب، وهاي تجارة ومعروف عن أسواقنا فائدة فوق كل اعتبار، يعني متلازمة الجشع اقترنت بصعود الأسعار. لكن أصحاب الصيدليات، هذه المهنة اللي تعتبر عبر تاريخها من المهن الكريمة، بفرض تسعيرة جديدة على الأدوية، وهذا يعتبر جشع واستغلال للمرضى. شلون؟ الأسعار الجديدة ضاعفت، وهي أصلا مستوردة قبل ما يصعد الدولار. ليش صارت حالها حال السوق ويتحكم بها تجار ويحتكر أدوية بعضها انفقدت من المذاخر وصارت فقط بالصيدليات، واحدة بالكرخ والثانية بالرصافة؟ الاحتكار ما اختلف عن تجار السوق لما يحتكرون سلعة وتنفقد من السوق، وصارت الأدوية عبارة عن سوق جملة ومفرد وعرض وطلب، وراحت سالفة أخلاقيات المهنة. كم مواطن احتاج علاجه وما متمكن من شرائه؟ وطبعا الصيدليات لو سوينا سيرش عليها ما عندها تسعيرة ثابتة إطلاقا، وتتفاوت من صيدلية إلى أخرى، علما أنه الدواء هو من منشأ واحد. وهاي شلون ورطة؟ اللي ما عنده منين يجيب؟ ما بين الطب والأطباء والصيدليات والدواء والعوز والقانون، ارتفعت أسعار الأدوية وياها ارتفعت كشفية الأطباء، وصارت كلش ثقيلة على المواطن. سولف لي كم وصفة علاج تضاعفت تسعيرتها وظلت بجيب المريض ومحتار شلون يصرفها وهو كل شي ما عنده، وغير قادر على أن يشتري شريط، لأن حضرتك تبيع شريط الكبسول ب$50، وهذا السعر صار بيد الطبيب الصيدلي. عزيز الصيدلي، وصلت بيك المرحلة تسرق من جيب المرضى؟ لا، هذه كارثة. كل هذا وأكثر أناقشه بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى في رأي الأغلبية، حلقتنا لهذا اليوم بعنوان أدوية الصيدليات، غياب التسعيرة الموحدة يوفر فرص الاستغلال. يقولون أهن فوق الحمل تعلاوة، يعني بعد اختفاء وقلة أصناف كثيرة من الدواء بسبب الأزمة الراهنة، إجا كم صيدلي ضاعف أسعار الدواء. وما يزيد الطين بلة، بعض أصحاب الصيدليات يتفقون مع طبيب على صرف الدواء من صيدليته فقط، ومنع المريض من شراء الدواء من صيدلية أخرى، لأن الطبيب يجبر هذا المريض على جلب العلاج حتى يشوفه، مثل ما يرسل المختبر تحليل أو جهاز أشعة هو اللي يحدده. شراء الأدوية من الصيدليات صارت نقمة، لأن الجشع حقيقة تعمم، وطبعا كل هذا لأن رقابة حقيقية ماكو على الصيدليات والأدوية وأسعارها ومناشئها. نرجع للاتفاق المسبق اللي يكون بين الطبيب وبين أبو الصيدلية. كلكم رايحين الأطباء وماكو إنسان رايح الطبيب، لكن أكو بين الطبيب وأبو الصيدلية شفرات معينة. هذه الشفرات تتمثل برموز، كتابة إنجليزية يفهمها الطرفين، أرقام معينة، مثلا شريط البنادول رقم 3 كمثال، أو حرف معين LC. لكن هذا المريض لما يأخذ هذه الراتشيتة ويوديها إلى صيدلاني آخر أقل سعر، وهذا الصيدلاني خايف الله ويتعامل مع المرضى بإنسانية، لأن هي مهنته إنسانية، ما يعرف يقراها، يقول له معقول هذا كاتبها طبيب؟ فيبقى هذا المريض لا حول ولا قوة، لازم غصبا ما عليه يرجع للصيدلية الفلانية اللي عندها تعاقد بينها وبين هذا الطبيب. زين، خلينا نسولف شوية أصدقائي. احنا اتصالاتنا طبعا مفتوحة على مدار ساعة كاملة عبر الأرقام المخصصة والظاهرة أسفل الشاشة. سؤالنا، ليش وزارة الصحة دائما
ما تعلن عن عزمها على تطبيق آليات تقول عنها رصينة لتسعيرة الأدوية وماكو أي تغيير. حتى الأمور اليوم صارت أصعب من السابق على المواطن ومريضة. ما أدري شلون يشوفونها وشلون دارسينها. وين صار الاتفاق ما بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة على تسعيرة الأدوية في القطاع الخاص وبأسعار موحدة ومحددة؟ هل الصيدليات خاضعة للتسعيرة؟ الواقع يقول صعب توحيد الأسعار، أسعار الدواء بكل الصيدليات، وبالشق الآخر أيضا من الصعب جدا ضمان عدم استغلال المواطن. ليش؟ بسبب تعدد المناشئ اللي يأخذون من عندها الصيادلة، وهذا أرقى مبرر بالعالم. يقول لك أنا اليوم من مناشئ عالمية، قرار توحيد التسعيرة تدرون لا يرى النور أبدا، وحتى ما صار فاعل. وهذا الكلام للصيدلي. أستقبل اتصالاتكم وآراءكم على مدار ساعة كاملة عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. محسن مساء الخير، كيف الحال؟ ألو مساء الخير أستاذ علي، حياك الله وبياك، شو أخبارك محسن؟ الله يعزك ياك محسن الشريف من غلاء الرفاعي، على رأسي ضيف عزيز محسن. الله يعزك، شلون أستاذ علي؟ تحياتي لك ولا قناتكم الكريمة. شكرا شكرا محسن. أرد أسألك، أكيد أنت رايح الطبيب فاحص على مرض معين لا سامح الله، والله يبعدكم عن الأمراض إن شاء الله. الله يعزك، وأكيد شايف الراتشيتة مالته شلون اكتبها أستاذ علي. تقول عينك بالأحرف السينية المسمارية، والله ما أعرف أستاذ علي. أنا معميل يم الدكاترة. طيب اي دائما راجع وهاي، بس أستاذ علي اليوم أصبحت عندنا الوصفة أو الدكتور أصبح شلون السلعة يعني المرابحة مخليها بالسوق. وعندنا طريقة هم الحمد لله والشكر، نقول كل ما تصير أزمة ما هي مثل النفط يدخل في السعر أو الأزمة هي الدماء يستغلونها، مو الكل يعني لا، البعض يستغلون الوضعية. استثمار أزمات قصدك؟ استثمار أزمات. والله ثقوا أزمة أستاذ علي، كل أزمة تصير ترى هي من جانب التاجر والدكتور والذول الناس يعني مثل ما يقول الطاقين، موش الفقراء والحلقة الأضعاف يعني اللي هو المواطن اللي ما عنده لا حول ولا قوة. بس احنا اكو عندنا هم شغله ثانيه جدا، هاي هم من المواطن، احنا ما نذب اللوم كله مثلا على كذا فلان وكذا فلان. وهي المواطن حاليا اكثر شيء قام ما يروح الدكتور اختصاصي، خلينا ناخذ العلاج من العياده من ناوي ما له البيت ارجع. ابو الصيدلي اخو ما يقول له لا ما اقدر اعطيك، يروح للمضمد. قصدك للمضمد؟ يروح للمضمد او الصيدلاني يقول له يا انا عندي والله قحط كذا كذا اعطيني علاج. ها احنا سبق وكانت عندنا حلقه عن هذا الموضوع. حتى سميناه منقذ الحاره او منقذ المنطقه. ابو الصيدلي فاتح بابه على باب الله، هل يقدر يقول له مثلا لا ما اقدر اعطيك علاج، تروح لازم الدكتور اختصاصي يقول له يروح محسن. اذا يروح للطبيب، هذا الطبيب راح يقصبه قصب مثل ما يقولون اهلنا، يقصبه بالكشفيه بالعلاج اللي متفق مع الصيدليه الفلانيه اللي سعرها كذا. قضيه الدكتور والقطب ماكو، هاي يم وزاره الصحه لين ما عنده سعر إذن موحد. اذن ماكو سعر موحد وماكو رقابه حقيقيه من نقابه الصيادله عليهم. انت يمكن لاحظت لما مجلس الوزراء قرر الموازنه قبل مده، شفت خوف من قرر الموازنه طلعوا كبر مؤتمر صحفي ونزف البشره لشعبنا وان شاء الله خير، رجع احنا جبنا اضعه شبه العنده اللي بجيبه نكتم، قال يانا الخير هذا يمشي. طيب محسن انا جدا اشكرك، تحياتي لك والكل اهلنا في ذي قار، واعتذر مره اخرى محسن، ضيق في الوقت واتصالات جدا كثيره. مثل ما عرج محسن على قضيه جدا مهمه، قال اكو تغافل من وزاره الصحه حول هذا الموضوع، وبالمقابل ايضا اكو تغافل من نقابه الصيادله عن هذا الموضوع. طبعا جزء البعض راح يتصل بيني راح يسوي السالفه قمره وربيع، اكيد يعني ما يقدر يغطي عن أموره أو ما يقدر يغطي عن الأشياء والاستغلال اللي يصير بقطاع إطلاقا أو عن الجهات اللي هو مسؤول عليها. لا لكن واقع الحال يختلف يا إخوان، كل شيء يختلف. هذا الكلام مو كلامنا ولا متبني ولا تبلي عليكم إطلاقا، هذا كلام عالم ساكنة في مناطق شعبية ومناطق غير شعبية، ساكنة بالكرخ وساكنة بالرصافة،
ساكنة ببغداد وساكنة بالأنبار وساكنة بالموصل وساكنة بالناصرية وساكنة بالبصرة. هذا مو كلامي، هذا كلام الناس. دائما ما الحجة اللي عندكم أنه مناشئ مختلفة؟ طيب مناشئ مختلفة على عيني وعلى راسي. إذن بهذه الحالة أنت عندك مصداقية بالتعامل مع المريض، وأنا جدا أشكرك عليها ومتفضل علي إطلاقا، لكن بالمقابل الأسعار اللي تفرضها على صيدليات معينة هذه طامة كبرى. طيب طول اتصال شباب. بلال مساء الخير. مساء النور أستاذ. حياك الله بلال وبكل أهلنا بالأنبار. يسلمك ربي يا طيب. أنا بلال من محافظة الأنبار. طبعا على حديثة على راسي والله على راسي. يسلم راسك. طيب حاولت اتصل بيك نهار الاربعاء بس انقطع الاتصال. يلا اليوم اتصلت فينا ان شاء الله حصلتنا. تفضل. الحمد لله الحمد لله. طبعا راح اربط لك استاذ علي موضوعين بموضوع واحد. طيب تفضل. القانون العراقي يقول الاسلام دين الدوله. حلو صح لا؟ بالضبط. زين قبل فتره قبل سنه زوجتي عانت من مرض اللي هو الكلى. صحة وسلامة إن شاء الله. ربي عافيك يا طيب. اضطريت إنه آخذ سلفة من نفرة في الرافدين بقيمة 15 مليون دينار حتى أقدر أسوي لها العملية اللي كلفتني 40 مليون دينار. على القطاع الخاص؟ قطاع الخاص. طيب. تمام أستاذ علي لحد تمام الآن؟ تمام واضح وياك يعني. الأرباح اللي يجنيها مصرف الرافدين على هاي ال 15 تقريبا راح توصل 10 ملايين، زين وين النظام الإسلامي بهاي الدولة؟ ها يعني قصدك صارت 25 مليون التكلفة كلها. بالضبط. أنا هسه موظف، هسه هاللحظة اللي أحكيها وياك. أقسم لك بمحمد ما بجيبي غير 500 دينار. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم. لا صادق 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 غير ما أملك غير 500 دينار. هاي جبناها على القروض. لأن حاولت أتصل بك بحلقة القروض ما قدرت أحصلك حبيب. يلا اليوم حصلتنا إن شاء الله. نجي على القطاع الصحي اللي هو اللي هو كان سبب رئيس أن تروح تسحب قرض ويزيدون 10 مليون. بالضبط. هسه أجي على القطاع الصحي. أنا هسه قاعد يستقطعون من راتبي 215 ألف دينار. بالضبط. طيب يبقى لي من راتب 500 ألف. وين توديها؟ أنا زوجتي لازم كل شهرين علاجات لازم انزل بها لبغداد. بالضبط علاجات. بالضبط كراب لازم انزل بها لبغداد. سكن بالمستشفيات بغداد. بالضبط. يعني كل شهرين أنا لازم اوفر ما مبلغ ما يعادل المليونين حتى انزل لبغداد. طيب زين أنا منين اجيب؟ العلاج وحده استاذ علي، العلاج وحده ب 750 ألف دينار إذا توفر. إذا ها في حال توفر 750. في حال توفر. وإذا ما توفر يعبر المليون؟ إذا ما توفر إلها الله. ونعم بالله ونعم بالله. أنا رجائي الأخوي إلك وللي دا يسمع صوتي من الحكومة. طيب. القروض مو بس أنا أعاني منها. يعني حقيقة يعني عذرا على المقاطعة انه نعرف القروض اللي ياخذها اي انسان واي شخص ياخذ لو ما متوازي مو قصة متوازي يطور من حاله مستقبل اولاده اكيد يبني له بيت يشتري له سيارة شوية حديثة يرتاح شوية بس مو تاخذ قرض هسه الحمد لله على حكم الله سبحانه وتعالى وتخليه على ألف الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر نعمة هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أنه أخليه على يعني مرض وبالتالي هذا المرض يتطلب من عندي أقوى من القرض بعد وأكثر من القرض يعني التبعات اللي جتي وراء المرض. طيب يعني بعد ما أقدر أوفر العلاج أستاذ علي صدق لا أقسم لك بالله ما أقدر أوفر إحنا العلاج. أخوتك إحنا أخوتك إحنا أخوتك وعين غطى وعين فراش والله لا يعوزك البشر ان شاء الله. اتمنى تبقى مع زملاء بالكنترول وياخذوا رقم تليفونك ونتواصل وياك ان شاء الله وتحياتنا لكل اهلنا بحديثه. ابو مالك مساء الخير. السلام عليكم استاذ العزيز. حياك الله وبياك. كيف الحال ابو مالك من وين؟
الله يحفظك. حماني من بغداد. على راسي ابو مالك، بس شويه تدخل لي بمكان شويه هادئ لين صوت السيارات والهورن ده اسمعه. ايوه صحيح والله، ثاني ابدا اشتغل ثاني بالشارع بس مين مسكت البرنامج مالته. على راسي اتشرف. اتشرف اتشرف. احنا من هواتف يعني تعبان كلها، حاليا قاعد ايجار. طيب يعني بلا وطن يعني هاي وحده. اثنين احنا يعني انا اساسا متدرب فيها قصد الله يستهين والله العظيم مريض يعني ما اقدر يومي اروح وارجع بالشارع. ابو مالك انت يعني ما عندي نجيب علاج. انت انت قاعد بوطن بلا وطن مو؟ اثنين زوجتي قاعده يعني زوجتي فيها مرض سرطان وشديد وهذه الفتره صارت عندها اضطرابات كثير ناس تعبانين، انا رجال تعبان وانا من اغنى بلد استاذ العزيز. طيب وانا يعني شفاء العاجل ان شاء الله له، شفاء العاجل يا رب. طيب سمعون صوتكم ان شاء الله، يسمعون صوتكم. برنامج راي الاغلبيه هو برنامجكم والمنصه اللي توصلون بها صوتكم الى كافه الجهات المسؤوله عن قضاياكم وعن اموركم واللي عندها تماس مباشر بمعاناتكم، وان شاء الله صوتكم واصل. ابو مالك وصل صوتك ان شاء الله ابو مالك، واتمنى تبقى مع الزملاء بالكنترول. اخذوا معلومات يا شباب. حسين مساء الخير، كيف الحال حسين؟ السلام عليكم ابو علي، حياك الله، بس نصير صوت التلفزيون حتى سمعك بشكل جيد. شلونك استاذي؟ استاذ علي شلونك؟ حبيبي الله يسلمك. شلونك صحتك؟ الله يبارك فيك ويحفظك. استاذ علي عندي وليد بضمور بالدماغ. طيب وما خليت مراجع لا مستشفيات لا شتنة، اروح على حسابي يقولوا لي للخارج. طيب ايه يعني هو يعني بالوقت الحالي بالوقت الحالي هو على على اعتقد على المسكنات والمهدئات اللي هو الديباكين وغيره من هذا. الديباكين صح. هو عنده شلل نصفي بالضبط، ديباكين الاعصاب هو. بس حاول هسه انا مو طبيب او صيدلاني واعرف بهذا الموضوع، لكن عندي شويه المام بالموضوع. حاول تقلل من الديباكين اللي 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 يتناوله ابنك الله يحفظه، لان بالتالي يعني بامور سلبيه. استاذ علي راجع الدكتور حتى بالعيون قال لي ما يشتغل الا يسوي العمليه بالخارج بالهند يسوي الدمعه، يلا يشتغل النظر مال عيونه. طيب اي والله اذا عمليته خارجيه. اي وانا اناشد من قناه العراقيه المنقره. بس سؤال تفضل. اريد بعد بشارب الله وبشاربه. طيب على راسي انا اريد الشفاء الهاتفيه ان شاء الله. ان شاء الله يسمعون صوتك يا رب. أيوة ان شاء الله. انا اسالك سؤال ابدا اهلي بالنهران على انا اريده يتواصل فدوه من عيون ان شاء الله. انا اسالك سؤال قبل سنة أو سنتين كانت أكو لجان في مثلا مدينة الطيب أو بقية المستشفيات الأخرى، هذه يأخذون الحالات المرضية طبعا بتأييد من وزارة الصحة، وبالتالي تكون أكو دفعات إلى الخارج. رحت قدمت هذا الموضوع؟ أنا ما خليت أستاذ علي أبد وداعتك ما خليت هسه حتى يعني مال يعني معين ما طلع له، يعني حتى راتب مال معين ما طلع له. يعني نقدر نقول عليك نقدر نقول عليك انه فريت عكا ومكه وماكو فائده؟ اي والله ماكو استاذ علي. طيب ابقى مع الزملاء بالكنترول حتى يحولوك على مكتب شؤون المواطنين. شباب حاولوا يكون عندنا اتصال مع وزاره الصحه حتى نعرض قضيه الطفل ان شاء الله. طبعا هذه القضيه وهذه الامراض يعني كان عندنا اطلاع عليها او معرفه بها، لها عده اسباب حقيقه ولو مو موضوعنا اليوم، لكن لها عده اسباب. اول منها اسباب يعني بالجينات الوراثيه بين الام والمراه، عفوا بين الام والاب، واسباب من بعد 2003 مخلفات الحروب طبعا، وهذه اخذت يعني الرينج الاعلى بالتقديرات والتحليلات اللي أجروها الأطباء بخصوص هذا المرض. نتمنى شفاء العاجل لهم إن شاء الله يا رب، وربي يحفظهم ويطول بأعمارهم، لأن بالتالي بقت أنه هذه القضية وهذا المرض مرتبط ارتباط وثيق بالله سبحانه وتعالى، هو المشافي والمعافي رغم كل العمليات والأدوية وما وصل البشر من التطور بالطب والتكنولوجيا إطلاقا. يعني نتمنى شفاء العاجل لهم إن شاء الله يا رب، ونشوفهم مثل ما العين تريد تشوفهم. طيب اتصال.
الو السلام عليكم استاذ علي. علي مساء الخير. الو السلام عليكم. يا هلا ابو حسين. شلونك استاذ؟ خير دامكم بخير وسلامة. استاذ مرة ثانية ايضا مراشدة على وزارة التربية. تربية ايش بيها التربية؟ استاذ يعني هو من سابق وزير التربية من قبلنا على وفق قرار عدم رسوب، يعني بعد ليش هيئة الرأي ترفض؟ ها صار رفض من هيئة الرأي. نعم استاذ، يعني استاذ مستقبلنا يعني شنو احنا يعني لا احنا خارجي لا احنا باقيين بمدارسنا. يعني هسه شنو احنا ودك سال على ما استقبلنا انا هذا الموضوع وسوينا لقاء اي شيء. طيب تعرف انه انت اكثر من حلقه سوينا على وزاره التربيه حقيقه، يعني من بدايه البرنامج لحد يعني الحلقات جدا مستمره، وخاصه يعني بهذه ظل ازمه فيروس كورونا والخطط اللي اشتغلوا بيها والتعليم المدمج والالكتروني والمنصات، اكثر من حلقه صارت بهذا الموضوع، وايضا عرضنا مناشداتكم. يعني استاذ رحمة الله يعني احنا من وزاره التربيه يعني من تمنع التشرب من المدارس، يعني الطالب يعني يدور على المدارس والتربيه ما تقبل يعني شنو؟ صح صح، يعني احنا دول العالم توصف بالعلم وين شو اسمه، يعني ليش هالرفض؟ وهالتناقض انه انت عندك حمله للتشرد من المدارس وبالتالي ما تقبل طلاب يداومون، شنو؟ نعم استاذ، يعني احنا وفقنا يعني وفق راي وفق قانون وكتاب مختوم من طيب. سياده الوزير بعد يعني شنو هالرفض هذا؟ احنا حتى داومنا ومقبلين على امتحانات نص السنه. بالضبط بالضبط بالضبط، انا ايش اطلب من حضرتك؟ انا اليوم شوي حلقتي مختلفه عن موضوعك، لكن من حقك انه تطرح موضوعك والشكوى اللي من حضرتك، ابقى مع زملاء بالكنترول حتى يحولوك على مكتب شؤون المواطنين فبالتالي يرفعون هذه المناشده الى وزاره التربيه. اتصال شباب. حاسم من الانبار اعتقد. مساء الخير حاسم. الله يبارك فيك، شلونك استاذ علي؟ حياك الله، انا حاسم اتذكرك ضيف عزيز واسمك شويه غريب لذلك باقي بالذاكره. الله يبارك فيك، جزاك الله خير جزاء. حياك الله حاسم. اريد اقول لك بس شغله، بلا زحمه، هذا المتصل قبل شوي اسمه بلال من حديثة. طيب. هذا من ديرتي بس انا ما عرفته، يعني ممكن تنطوا رقمه خليه يخابرني، انا طبعا بمحفظتي ماكو ولا فلس. طيب. ومقطوع راتبي تدري بيه صار 10 اشهر انا مقطوع راتبي. طيب شنو راح تقدم له؟ باذن الله اقدم له. والله والنعم، والله والنعم، والله والنعم منك ومن اصلك. الله يسلمك، يعني بس ممكن تنطوا رقمي او اخذ رقمه اشوف هذا منو شنو. زين انت حاسم، حاسم انا اسالك سؤال. نعم. سألك سؤال وكون صريح وياي. ايه. أنت كل مرة تتصل بالبرنامج تعاني وعندك مشاكل وخاصة راتبك، شلون راح تساعده؟ فهمني. أنا هذا أنا جوابك غاية في قلب يعقوب، أرد أوقف على نقطة معينة. شلون راح تنطيني أنت ما عندك؟ أدبر، أستقرض وأنطي. ما تقول حكومة ما تنطي. هذا لا يستجري من الحكومة، الحكومة ما تنطي شيء. طيب الحكومه ما تنطي شيء، انا اروح استقرض واروح انطي، لما الله يسجها علي وعليه، انا رجال معوق بس اقدر استقرض. والله والنعم، والله والنعم منك يا حاسم، والله والنعم منك. استقرض واعطي خطيه، هذا من هو بلال؟ ما عرفته اني. والله والنعم. مو غريب علي هذا. والله والنعم. بس انا كنت متابع القناه العراقيه. شرف. انت الشرف. والله لا اذا ما في زحمه بس تقول الاستاذ شو اسمه مصطفى الربيعي. طيب. راح يشتكي يوم الخميس لان انا متابع قناه العراقيه من الصبح لليل. يوم الخميس يجيكم؟ يجوكم؟ نعم. يجوكم يوم الخميس؟ لا راح يشتكي لي مصطفى الربيعي قال على القناه. طيب طيب طيب. راح يشتكي لي يوم الخميس بالتسعه الصبح. طيب. زين؟ اذا ممكن الكنترول خاف ما حصل. حاسم 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 نعم. انا نعم. جدا اشكرك، بقوا يا شباب على اتصال حاسم بس لا انقطع. انا جدا اشكرك. نعم. واشكر ضميرك واشكر انسانيتك واشكر انتمائك لاهلك وناسك. يسلمك. واشكر انتمائك لتربتك. يبارك فيك. والاصالتك. يسلمك. والاصلك والحسبك والنسبك يا حاسم، بدون مبالغه ولا مغالاه بالموضوع اطلاقا، انه انت العراقي الاصيل، واتمنى اتمنى 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 من اصحاب الصيدليات يسلمك. ترى الماده مو شيء اساسي، اقسم بالله الماده هي عباره عن وسيله، انه بامكاني اركب تاكسي واركب باصات، بامكاني اكل الماده الفلانيه او اكل فلان شيء. صح
بس الضمير والموقف خالد أما الأموال زائلة يا حاسم. أكيد جدا أشكرك حاسم، تحياتي إليك والعراقيتك والأصلك والأخلاقك، وأبقى حاسم مع الزملاء حتى يربطونك مع مع بلال. جدا أشكرك يا حاسم. هذه مرات حقيقة حلقات كلش كثيرة واتصالات جدا كثيرة، مرات أكو مواضيع ما نقدر نعلق عليها، وحتى لو كانت عندك القدرة وأنت فطحل بالارتجال أنه تعلق على موضوع لا توقف، قريحتك اللغوية تنتهي، معلوماتك المخزونة في بالك تنتهي، التعابير اللي تستخدمها تنتهي، لكن مرات أكو مواضيع لا تحركك. دول العراقيين الأصلاء اللي يستحقون يعيشون بخير دائما، بنعيم، برفاه، أفضل الدول يصيرون من عندها وقيس. طبعا حاسم غيظ من فيض من ملايين العراقيين اللي ما تسنت الفرصة أن نتحدث إياهم بحلقة اليوم. هذا هو العراقي الأصيل. خضير مساء الخير، كيف الحال؟ السلام عليكم. حياك الله وبياك خضير. حياك الله على البرنامج هذا أخي علي. شكرا جزيلا، تشرف باتصالكم. على الموضوع على الحلقة ما اليوم رحنا لوالدي. تفضل. عندي الحجية حرمتي الله يحفظها، عندها سكر وعندها ضغط وعندها شاشة مال عظام وعندها قلب زين. رحمة لوالديك إذا العلاج صعد من 16 إلى 21 شلون راح أجيبه؟ الشريط واحد. الشريط الواحد؟ إي والله. طيب الشريط الواحد من 16 إلى 21 وبال 12 صعد 17 وغيره كلها كلها صعدت 5000 و6000 زين. وهي يومي بالشهر يعني قبل على العلاج مال قبل قبل ما يصعدون هسه كان شهريا 350 أزيد 350 أزيد بس يعني علاج مشكلة صح مشكلة صح. واحنا تقاعد بس هالحجية بصفك ده تحكي ياك هي وتعطيك المعلومات. سلم لي والله سلم لي سلم لي عليها وصحة وسلامة إن شاء الله يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظها. مشكلة يعني مشكلة ما والله, والله حقك والله حقك زين. حجينا تحياتي إليك وتحياتي للعائلة الكريمة وللحجية. وياك الحجية. ها حجية مساء الخير، كيف الحال؟ الله يساعدك. شلونك عمري؟ الله يطول عمرك. في دول عمرك. الله يخليك بعد قلبي. طمنيني عن صحتك إن شاء الله بخير وسلامة. يقولون أنت قوية شوية قوية. الله يشاهد هاي الأمراض كلها بي. زين وعندي انزلاق الهمة الرابعة والثالثة والثانية والأولى. شلون؟ وشاد عزام زين هو تقاعد مال حجي. طيب وفداني وياه المن تطي ما تقول لي المن تطي الحجي اولى مو الحجي اولى من الدواش تقولين هو هم مريض مقعد على عربانه الله شاهد الله يحفظه ان شاء الله وينتقل اي والله طولة العمر إيه والصحه والله يقصر على على روحه ويقول لي اهم شيء انت تجيبي لك اجا طبعا غير زوجته وحبيبته ومولاه ومولاده هسه هم من صعدوا دولار يعني حطمونه الفقر وين يولي لا حشاش ما يفكرون بهاي الناس المساكين الماعته. طيب حجيه فعل ابقوا على الخط طبعا انا وصلتني رساله حاليا من احد الاصدقاء بس هو ما يحب يعرف عن نفسه موجوده أي. موجوده أي. ما يحب يعرف عن نفسه ابقي مع الزملاء بالكنترول أيه. حتى اخذ رقم تليفونك وهذا الشخص راح يتواصل وياكم مباشره وهو تكفل انه يعني علاجكم انت والحج لمده شهر كامل. الله يسلمك احم طيب. الله والديك بعد روحي شكرا. الله يطول بعمرك شكرا, عمرك شكرا. إن شاء الله. الله يسلمك هلا بيك يما حياك الله وبياك. طيب اتصال شباب. محمد مساء الخير كيف الحال؟ مساء الخير السلام عليكم استاذ علي حياك الله وبياك. أنا أبو محمد من النجف. أبو محمد على راسي أهلا بك أبو محمد. أنا عندي بنتي مريضة اسمها خديجة. طول عمرها. تبديل صمام. تبديل صمام. العام الشهر العاشر. يعني العملية قلبية.
بلي بلي سافروني العام شهر العاشر لتركيا. سافرت تركيا على حساب الدولة؟ على حساب الدولة دزتني لتركيا. طيب. هناك مثل العملية اللي دازتني عليها الوزارة. هنا سووني قطرة ضربوني البطين ورجعوه لبنية. سووا لك عملية قسطرة؟ بدل ما يسووا لي تبديل صمام سووا قسطرة ضربوا البطين. طيب صار بي تحدي وقام يضرب على يعني على الخلل الشريان. الخلل من يمنى انه بالتقارير المرسل الى تركيا التشخيص خطأ؟ لا لا هناك لا. ما وصلوا هناك قال احنا ما نقدر هاي تكاليف هواي راح تسوي قسطرة سووا قسطرة ورجعوني. زين التكاليف هاي صار سنة صار سنة راجع. بس فهمني أرد أسألك سؤال، إذا كانت التكاليف هواية فأنت ما ممكن أن تروح تشتغل شغل ثاني على الأقل خليني أرجع لأهلي. مو معني أشتغل غير أكو مثلا هو أنا هذا اللي أقصده، هو هذا اللي أقصده الكلام معني للوزارة. معني ما أعرف دخلوها للعمليات تبديل صمام ربع ساعة خاطر الدكتور قال محتاجيك في صالة العمليات وإذا قلت له قال لي أنا راح أسوي قسطرة. طيب لأن العملية صعبة مع تكاليف وأنا ما أعرف لأن لا أكو مترجم عراقي لا أكو خدم الوزارة ولا واحد يعني مترجم تركي ده يترجم لي. يا عزيزي مو أكو اختلاف أكو اختلاف كلش كبير بين تبديل صمام والقسطرة. القسطرة هي عبارة عن فتح المجاري هذا الصمام. بس اسمع المناسبة أنا عندي تقارير وعندي يعني هواي أمور أنا سوني هسه جيت من البيطاع السوني. طيب يعني قابلت السيد الوزير وحولني لجنة مركزية نفس الشيء اللجنة قالوا نريد بياض أي دكتور رحنا للدكتور هسه شدنا جهاز مال جهد أنا الجهد قبل شهر شادل هي ومصادها نفس الشيء وضغطها ينزل 8/4 دقات قلبها تصير 56/54 والله هسه المعاناة أنا من بغداد بنت في مجر سيارة أنا متقاعد راتبي 500 دينار يعني يوميا بطلين مردي يعني أحبط لها هدية. ومن نقول جشع واستغلال يقولون لا وين اكو جشع استاذ علي يا ريت اجيب لك كل التقارير صادق كل صادق 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 علي حتى اخذت وياي دكتوره يعني قلت لها انا ما اعرف اخذت دكتوره بالضبط يعني باي وسيله بس اسالك سؤال بلي استاذ علي يعني هسه بعد منا جاي من نروح للاطباء او الدكاتره شلون ناخذ واحد ويانا يفتهم حتى ما يغشونا فهمونا بنتك شلون مكان قلت له دكتور انا اريد اعالج بنتي ما اريد اسفر بنتي بعد الوزاره قلت له العام من دزتني تبدل صمام يعني معقوله الوزاره ما تعرف بالضبط اللي دزتني مو لجنه ومشرفين واطباء هم اللي حددوا نوع العمليه وشخصوا الخلل ماخذنا تقرير طبي من مركز القلب بالنجف اخيره الدكاتره الموجودين لا يمكن علاجها داخل العراق تحتاج تبديل صمام خارج العراق. اكو دكتور اسمه دكتور نوبي الامريكي داوم مركز القلب مال النجف كتب لهم نفس الحاله ما حد يبغى يستجيب لي قال علي ما اعرف وين اروح بعد يعني انا هسه والله اليوم بالمستشفى تهترس بس ما اعرف يعني الله يساعدك قلبي يعني انا اروح السياره ب 100 دينار وارجع ب 100 دينار صادق ونقليات واجور وهذا يريد بخشيش وهذا يريد رشوه لا قلت دكتور تحت المشاهده تقول لي انا بالنجف من تتخربط بالوحده بالليل اجيب هيله في بغداد لو ادخلها بالمستشفى اللي يمي لا المستشفى اللي يمك اكيد يقول لي لا ما يعرفون يعني شو اذا انا دكتور بيت الوزاره شهاده وكذا يعني اليوم حيرني بحيث والله العظيم الله لا يحير عبده الله لا يحير عبده انا هسه شاد لها جهاز هاي طالبه خطيه بالسادس يا حياي معطلها من المدرسه لان ما تقدر تشيل المدرسه ان شاء الله ربي شاد لها جهاز لازم الخميس ارجعها يقول لي هاي وين هالنجف الخميس راح ارجع الجهاز لهم لان استلمته ذمه ما يعني ماكو فرد مخرج قانوني يمكن يا بحيث انا افدك قلت اشكك حتى بالدكتور اللي اراجع عنده انا جدا أبقى. اشكرك والله يكون في عونك ان شاء الله يا رب ابقى مع زملاء بالكنترول يعني حقيقه ما اعرف الله يشافي بنتك ان شاء الله يا رب وترجع ضحكتها وابتسامتها وترجع تكمل دراستها وتكون من المتفوقات ان شاء الله يا رب والله يا وزاره الصحه هذا كلام العالم يعني شوفونا حل شوفونا تشارة للموضوع محافظه عن محافظه كذا كيلومتر كذا مبلغ وكذا فلوس وروحه وجيه. طيب كاظم مساء الخير. عليكم مرحبا السلام عليكم. حياك الله وبكل اهلنا في ميسان. الله يسعدك شلون صحيلي؟ بخير دامك بخير. يبي هاي ام الشهيد محمد احمد حسن جري
على راسي على راسي والنعم استشهد بال 2014 على راسي ولحد الان اي حقوق ما انقبض له ابد ابد هو من وزاره الداخليه لو دفاع لو حشد لا هو راح بالتكليف قبل الهجوم قبل ما يصير داعش بالعراق ب 20 يوم سجن بسوريا اها بسوريا بسوريا استشهد وجمعت قسم استشهد وياه وقسم اجوا هنا وحاربوا بالعراق وبجرف الصخر وامر لي قسم استشهد وهم وقسم عدلين هو بس هو 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 استشهاده وين صار حجينا استشهاده؟ استشهاده صار بسوريا سوريا حجي انا بهذا الموضوع ما اقدر يعني هذا الموضوع انا ما اقدر افتي لك به او انطيك لا لا اسمعني قابل طيب. هذا العبادي وقال لي ها راحوا ذولا بلا موافقه وبعدين قال لي يابا احنا لو ما شهداء احنا ما باقيين واحنا داعش يواصل شو اسمه العراقيين قاعد طيران عراقي قاعد يضرب داعش بداخل الاراضي السوريه جبت رفعت ايدي قلت له اذا طيار عراقي ينضرب هناك بالمقاومات مال داعش في الاراضي السوريه يطيع وينحسب شهيد طيب قال لا ينحسب حجينا 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 انا حتى انا انا حتى اختصر الموضوع وياك نعم راح ندون المناشده مالتك اداشتك من عيوني من عيوني ندون من عيوني من عيوني من عيوني ندون المناشده مالتك ونرسلها نرسلها للقيادات الامنيه ونرسلها ايضا لهيئه الحشد الشعبي حتى تثبت الموضوع ونشوف شنو قضيه ابنك الله يرحمه احنا انا اقول لك اريد اريد تناشدنا الكاظمي طيب من عيوني اعتبر مناشدتك وصلت او ابو عزيز ابو فدك طيب انا مقدم له اربع طلبات لابو فدك طيب ان شاء الله مناشدتك واصله ان شاء الله شكرا جزيلا شاكر اتصالك شكرا جزيلا ام علي مساء الخير كيف الحال السلام عليكم هلا ام علي كيف الحال شو اخبارك الله يوفقك يما الله يستر عليك الله يحفظك لهذا البرنامج دائما ان شاء الله شكرا شكرا جزيلا تفضل ام علي الله يوفقك يما الله يسلمك انا هم سبقا قبل خبرتك طيب بس ذكريني انا اجدك انا اجدك وناشد كل مسؤول شريف انا ابني من الفاحصين والله من 2018 او لحد الان وكل شيء ماكو 15 10 ابنك جماعه الدفاع مهندس لا مهندس ها مهندس مهندس طيب اي والله من 2012 تخرج وهاي كم سنه 9 سنين قاعد وناشدتك انا قدم على البطاقه الوطنيه وانا مقعده وعندي سكر وضغط والعلاجات جاي اسمع بعد انت تدري بيها العلاجات صح. كلها مو مشكله ما شاء الله العلاجات بهالوقت صاعده ترند اصعد صارت حتى أيوة اغلى من الملابس اللي مساعدتك ومساعده كل شريف يخلص ابني يطلع تعيين ابني يمشي تعيينه الله يوفقكم ان شاء الله ان شاء الله تناشد لي اعطيني رقمك للمسؤولين ابقي 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 مع زملاء بالكنترول امي ابقي مع زملاء بالكنترول ابو سجاد مساء الخير السلام عليكم حياك الله شو اخبارك الله يحفظك ربي يستر عليك الله يسلمك ابو سجاد انا قبل لا افوت وياك بالحوار يعني كان كان من المؤمل يعني ان يكون الضيف حاضر ويانا بحلقه هذا اليوم الدكتور مثنى الطائي عضو في نقابه الصيادله نعم. لكن يعني هسه ما اعرف شنو الـ 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 العذر انه ما يجاوب نتصل به اكثر من مره اكو اتفاق مسبق بيناتنا بحلقه هذا اليوم اتمنى من الدكتور مثنى الطائي ان يوضح لنا الموضوع حتى لو برساله هسه على الاقل ننقلها للمواطنين للجمهور اللي دي يشاهد الحلقه ناس اللي تعرف نعم. حيثيات الموضوع تعرفه اكثر فاتمنى من الدكتور مثنى الطائي ان يكون حاضر ويانا بحلقه هذا اليوم وعلى الاقل يعني يبلغ لأنه هو عنده ظرف تفضل هاي لربما ما راد يحرج نفسه بالأسئلة طيب أنا سؤال الأستاذ العزيز ما يخص الدكاترة اللي تكتب راتيته مال الأدوية وما تنقري إلا بصيدليته الخاصة اكو شفرات يعني. بيناتهم اكو شفرات اكو ارقام اكو الغاز بيناتهم ما حد يحلها لازم ينوجد لها فد علاج. يعني انا اخذ صيدليه مالت اكثر من عنده مثلا 60,000 من صيدليه مالت اروح غير صيدليه تعطيني 40,000. انا كمواطن ما عندي تاثر علي العشره والخمسه مو
فلو حصلت لي الاقرب او غير مكان فرق تفرق لي 20,000 30,000. فانت ليش يعني التشمير هذا بالراجيات الادويه؟ اولا هي حرام، والحمد لله احنا نشكر يعني الدكاتره ما يعني مو نطعن فيهم، بالعكس هم الجيش الابيض اللي هم واقف. لا 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 احنا اطلاقا ليس يعني شلون اوضح لك اياها حتى الكل يفهم الموضوع، ليس انتقاصا من اعمالهم والجهود الجباره، اكو فرق بين الجيش الابيض اللي هم الشخوص اللي متصدين المرض كله، واكو فرق بين الادارات اللي لازمه الوزارات نقابه الصيادله. انا ما لي علاقه بالجيش الابيض اطلاقا، على عيني وعلى راسي حقيقة. وسام شرف يعني خاصة بهذه المهنة أثبتوا جدارتهم، وأثبت الطب العراقي أنه هو يخلق من من اللا شيء أشياء طبعا، ورغم الإمكانيات البسيطة، قلة الوفرة المالية حتى لوجستيا وفنيا، كانت النظام الصحي يعني جدا تعبان، لكن بالنتيجة أنه كان نتاجهم موجود، عطائهم واضح، ضميرهم موجود. أنا دا أتحدث عن وزارة الصحة، عن القرارات، عن المتابعات، عن الرقابة الحقيقية على عمل الصيدليات وبعض الأطباء، عن هذا نتحدث عنه إطلاقا. لا نتكلم عن بعض. طيب صح، على البعض منهم. هو الدكتور لما يروح للمستشفى الصبح تلقاه بالمستشفى. والله احتمال اختلف وياك بجزئية معينة حسب الاتصالات اللي وردت، انه وحسب المعلومات وحسب اللي نسمعه من اصدقائنا ومن ناسنا واهلنا، انه البعض زين. اما طبعا البعض زين. والله طيب اتمنى توجد العلاج لهذا التشفير الراشيته ومنه منك. هذا ما نقدر، هذه كارثة، هذه لازم الرقابة هي تاخذ دورها الحقيقي. لازم اكو فرق جواله مختصه بهذا الموضوع، او الله. تقعد يعني ما اعرف يعني يكون عمل الاستخبارات من يومهم، يقعدون بمكان او يفوتون للصيدليه بحجه انه هو مريض، بس يكون يعني هذا الشخص يفهم بالراشيته ويفهم بالعلاج. اتمنى تكون هذه القوانين يعني موجوده وهذه الاساليب موجوده حتى يكون اكو رادع حقيقي، بالتالي المواطن هو الضحيه، ومع الاسف ان المواطن يكون الحلقه الاضعف بكل الازمات. والله نتمنى اللي يشوفون الرأس، نتمنى ضميرهم يكون رقيب عليهم وليس فرق جواله. ان شاء الله ضميرهم يكون. يا حجينا يا حجينا، احنا عندنا مثل يقول عراقي، يقول شلك على ابن الناس غير مروته، اذا هو المروه ما عنده انا شلون راح اتعامل يا بعد؟ نسأل الله يهديهم. شكرا شكرا جزيلا، شاكر اتصاله. طيب شباب الضيف موجود، احمد مساء الخير حبيبي ابن اخوي، السلام عليكم. كيف الحال؟ ان شاء الله بخير وسلام. نوف عم علي، الله يوفقك ان شاء الله. الله يبارك بيك ويحفظك ويسلمك. عم علي اتمنى ان الله يوفقك، انا عمامك للكبار الخمسينات. على راسي العمر كله ان شاء الله. الله يسلمك. احنا اعمارنا كبيره واحنا باقيين كم واحد من الخمسينات ما يعني ما عنده راتب، عنا عادي كاتله جوع الله بداله. صح صح اتفق وياك جمله وتفصيلا. والله يا عمي، خاصه اللي عنده ابنه موظف بالشرطه بالجيش، هذا امره ما شاء الله، ما عنده بنات. الله عمي الله يوفق، والله كاتب نجي. واحنا صح دول الخمسينات والستينات اللي اعمارنا كبار. ومرضى لا نقدر نشتري. والمشكله حجينا المشكله حتى هو حتى الحيل راح، هسه لو اكو حيل جوز نشتغل، بس حتى الحيل راح. صح فبدك تعاوننا، بدك تعاوننا عمي علي رحمه الله. ان شاء الله ان شاء الله من عيونه. اللي باسمه قاع، اللي باسمه قاع، وبين والله يا عمي يعني قاع قامت ما جاوب، كنت انا جوع احنا الفلاريح طشن من عندنا، مو كنا كنت انا جوع، قامت قاع ما جاوب قمنا نخسر. صح عجينا يعني يعني كان اتصالك اليوم اخر اتصال بحلقة هذا اليوم، اتشرب باتصالك حقيقة، اتمنى ان تبقى مع زملاء. الله يسلمك، ابقى مع زملاء بالكنترول. طبعا وصلنا معكم الى ختام حلقتنا، لكن خلي شوية نسولف قبل لا نختم. طبعا حكينا بما فيه الكفايه بالحلقات السابقه عن ادويه الامراض المزمنه، ولكن لا باس ان نذكر بهذه الشريحه واحتياجاتهم. بالدول المتطوره اصحاب الامراض المزمنه معاملتهم كلش خاصه وبشكل دوري، يوصلهم دواء لحد باب بيته. يعني سياره الصحه توصل للمريض في اي مكان،
أو في أي منطقة نائية. ها ما تأخذ رشوة في جماعتنا اللي بعضهم يأخذ رشوة، ومنهم أبو الإسعاف اللي صارت يوميته $100 وهسه صعدت طبعا ويا السوق. هسه احنا ما نريد بلاش، على الأقل نريد بأسعار رمزية دواء جيد، والمعنيين مع الأسف منطين الإذن الطرشة. حكينا وقلنا وصيحنا وماكو أي نتيجة. شو وقت مو عندنا دستور ثابت 16 سنة احنا بفصول ومواد وتضم الحق المواطن بالصحة، هسا على الأقل الصحة طونا إياها. أشوفكم إن شاء الله باشر على محبتكم محبة هذا البلد في موضوع آخر، هل يمكن تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية بعد التجاوزات والجرائم اللي لا يمكن السكوت عنها غدا مع الابتزاز الإلكتروني والقانون وتنفيذه؟ أشوفكم إن شاء الله باشر على محبتكم محبة هذا البلد، في أمان الله.